يتمكن المغرب من أن يتوفر له قانون للحق في الحصول على المعلومات في أحسن المستويات، كما ينبغي أن يوفر المحيط الملائم لتطبيق هذا القانون. لن أطيل الكلام، وأعتقد أن المنظمين اختاروني لتسير هذه الجلسة الأولى لأنني قليل الكلام. أود بداية أن أرحب بالمتدخلين، السي عبد العظيم القروج اللي أكد على الحضور الشخصي ديالو في هذه الندوة ونسجل ذلك بإيجابية، السي عبد السلام أبو ضرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والسي بن عمور رئيس مجلس المنافسة اللي غيشاركوا في هذه الجلسة الأولى، السي زكريا فهيم رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد العام لمقاولة المغرب، وسي عز الدين أقصبي اللي غيشارك كأستاذ باحث. نحن نصب إلى تحرير عدد من التوصيات الهامة التي هدفها هو كيفية التطبيق والتطبيق الجيد لقانون الحصول على المعلومات في المغرب. هذا هو يعني الهدف الرئيسي. ومن هذا المنطلق تشتغل الوزارة في إطار مقاربة منفتحة على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى استثمار التوصيات الصادرة على الندوات والملتقيات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. وقد تم في إعداد هذا المشروع مراعاة 6 مبادئ يمكن إجمالها فيما يلي. أولاً، مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات. ثانياً، مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات. ثالثاً، استثناءات واضحة ودقيقة ومحددة من أجل تفادي التأويلات. رابعاً، مجانية الحصول على المعلومات. خامساً، مسطرة سهلة وسلسة للحصول على المعلومات وبأقل تكلفة. سادساً، ضمانات قانونية لطالب المعلومات. يجدر التذكير بضرورة تضييق مجال الاستثناء، خاصة من خلال التنصيص على إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في حالات محددة، وحذف الفقرة التي تستثني السياسات العمومية الموجودة قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، ورفع السر المهني عن المعلومات المحاطة بالاستثناء إذا كانت مشوبة بفعل جرمي، وتثبيت حق الهيئات الوطنية في الولوج إلى سائر المعلومات دون قيد، إضافة إلى إلغاء شرط حسن النية في الامتناع عن تسليم المعلومات، والتنصيص على نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الموظفين والمستخدمين. Une étude, on va dire pas très récente, mais qui peut être d'actualité. Donc en 2008, on a consulté des entreprises sur la problématique de l'information. Et on s'est rendu compte que par rapport à l'information publique, 91% des entreprises considéraient que l'information était incomplète, 70% inutile et 70% non fiable. Quand on voit un peu ce taux, de rebut, on comprend pourquoi très peu d'entreprises n'écoutent pas aujourd'hui ou ne vont pas vers cette information dans le public. Et je crois que l'un des points sur lequel il va falloir travailler tous ensemble, c'est rétablir la confiance et ce canal pour que les entreprises, et notamment les petites entreprises, parce que ce qui nous importe aujourd'hui au niveau de la CGM, c'est surtout voir comment on peut accompagner donc les PME et les TPE qui n'ont pas toujours les moyens de mettre en place des dispositifs pour accéder à de l'information qualitative, accéder à de l'information en temps réel. Un des derniers prix Nobel, il y a quelques années, le prix Nobel d'économie, le sujet, c'était le droit à l'information. En quoi l'information permet effectivement d'être devant, d'innover et d'avoir aujourd'hui des entreprises donc performantes, et notamment à l'échelle d'un pays, donc d'avoir un pays qui soit, je dirais, dans les pays leaders. من البديهي أن نقول أن الديمقراطية هي حكومة الشعب، وكيف يمكن أن نصوت على من يمثلنا إذا ما كانش المعلومة ثابتة.
طبيعة الحال. هذا الإشكال الأول اللي كاين. ومن هنا نصل ووصلنا بصفة تدريجية إلى الربط بين المعلومة وحقوق الإنسان بصفة عامة. وانتم ماذا تعرفوا على شنو حصل في يعني الديكلاراسيون يونيفرسال دي دووا دلوم الى اخره حتى وصلت هذه القضيه اساسيه بالنسبه للجميع. وما كتهمش غير العلاقات الاداريه والاقتصاديه اليوميه بل تتهم ايضا الحقوق الاساسيه للفرد. وراه هذا الشيء اللي جعل على انه العمل ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان العمل ديالو التاريخي كله دخل في هذا الاطار بطبيعه الحال. بدون معلومه ما غادي يمكنناش نوصلوا الى هذه النتيجه. وانطلاق من هذ البعدين تنوصلوا الى بعد اساسي ربما اكثر وهو البعد المرتبط بالوعي المدني للشخص. ف فعلا بدون الولوج الى المعلومه كيف نصل الى وعي الانسان بحرمته بعد الشخصيه باش يمكن له يحترم نفسه ويبدا يقوم باعمال اللي كتماشى مع الاحترام اللي لنفسه. كيف نعي ان المواطنه الحقة مرتبطه بالحقوق بطبيعه الحال ولكن ايضا بواجبات. كيف نحقق الوعي السياسي؟ تعرفوا المشاكل اللي عندنا في البلدان بحالنا. كيف الوعي بالمسؤوليه الذاتيه حتى ندفع بالبشر باش يقوم بمشاريع ذاتيه. وكيف الوعي بالحقوق والواجبات داخل المؤسسه عندما نكون اجراء بطبيعه الحال. هادو اشكاليات اساسيه في نظري اللي كتكون الارضيه ديال الاشكاليات الثانيه او الابعاد الثانيه اللي قلت لها وهو الابعاد الاقتصاديه والانمائيه بصفه عامه.